بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. هنتكلم النهارده عن السيسكو اي او اس اكس اي جيستشر. موضوع مهم ان احنا نعرفه ونعرفه دلوقتي احسن ما نعرفه متاخر، وهو له علاقه كبيره بالكلام اللي اتكلمناه، وخصوصا كمان الكلام الخاص بالجزء الاول من الكورس بتاعنا. الاي او اس اكس اي ديفايسز بتسبورت البايثون فيرجن 2.7 بالتو مود بتوعه، انتراكتيف اند نون انتراكتيف. انتراكتيف بكل بساطه ان انت ممكن جوه الاي او اس اكس اي تكتب بايثون زي ما بنكتبه في السي ام دي وتخش تكتب اوامر. نون انتراكتيف ان انا اعمل سكريبت دوت بي واي واروح رايح قايل للراوتر للاي او اس بتاعه شغل لي السكريبت ده. كل الكلام ده بيتم في الحالتين وذن ما يسمى بالجست شيل. الجست شيل هي عباره عن فيرتشوالايزد لينكس بيزد انفايرمنت، هي في النهايه عباره عن كونتينر لينكس الحقيقه بيشتغل جوه الاي او اس. الجست شيل كونتينر ده بيمانج وبنقدر نشغله لما نستخدم حاجه اسمها الاي او اكس. الاي او اكس اللي هي سيسكو ابلكيشن هوستنج انفراستراكشر، حاجه كده بتوفر امكانيه ان احنا نشغل الجست شيل كونتينرز، وكانت معموله هي في الاساس عشان الانترنت اوف ثينجز، باعتبار انه ممكن يبقى عندي ابلكيشنز كتيره خاصه بالانترنت اوف ثينجز وتبقى محتاجه تترن جوه الراوتر. بالاضافه لده كمان سيسكو بتبروفايد بايثون مديول عشان تقدر تشتغل فيه جوه الجست شيل. في الانتراكتيف بايثون برومبت لو انا عايز اشغل البايثون هعمل ايه؟ بطريقه انتراكتيف هكتب جست شيل ران بايثون، وبعد كده الاقي نفسي داخل جوه الكوماند لاين بتاع او البرومت بتاع البايثون، اكتب اوامري عادي جدا، وبعد كده اكتب له اكس اكزيت قوسين مقفولين كده، اطلع وارجع تاني للبرومت بتاع الديفايس بتاعي. اذا عشان اعمل انتراكتيف يوزج للبايثون مجرد اكتب جست شيل ران بايثون، وبعد كده ابدا اكتب اوامري واحده واحده في الحته دي هنا، اكتب مثلا اكس تساوي واحد وانتر ثم برنت اكس اللي انت عايزه. طبعا خد بالك ان انا هنا بنتكلم وبنفترض انه الجست شيل اوريدي نازل عندك على السيسكو اكس اي، هنتكلم كمان شويه زي ما ممكن ينزل. النون انتراكتيف بايثون برومبت اللي هي السكريبت، انت عندك سكريبت هتخش جوه الجست شيل وتقول له لو سمحت رن السكريبت دوت، يعني زي ما انا هنا قلت له اعمل لي رن للبايثون وخليني اخش على البرومبت بتاع البايثون وابدا اشتغل. الحقيقه انك انت تقدر كمان تقول له شغل لي السكريبت ده، بس السكريبتات اللي انت هتعوز تشغلها لازم هتكون موجوده فين؟ جوه الراوتر نفسه او جوه الاي او اس اكس اي نفسه. بنفترض ان انت هتكون حاططها في الفلاشه بتاعه الديفايس اللي هو ماونتد مع الجست شيل. طبعا لو عندي مثلا ملف دوت بي واي او سكريبت متخزن عندي في الفلاش، انا لو كتبت الامر مور، الامر مور كانه امر كات في اللينكس، هيعرض لي محتوى الملف نفسه دوت وهشوف السكريبت. لاحظوا ان ده بايثون سكريبت عادي جدا وهو محتوى هذا الملف. طب عايز اشغله، الحقيقه تقدر تشغله بانك انت تكتب جست شيل ران بايثون وبعد كده تديني المسار بتاعه فين، هو موجود في الفلاشه على الانترفيس على بالاسم سامبل اندرسكور سكريبت دوت بي واي، وكمان ممكن اقول له يتنفس فين. اذا الجست شيل لما بنينيبله على الاي او اس اكس اي البايثون ممكن يشتغل بطريقه الانتراكتيف مود او النون انتراكتيف مود، لكن خلي بالنا ان الفيرجن الديفولت هي 2.7 وليس 3. طبعا الجست شيل احنا قلنا عليه كونتينر، كونتينر محتاج سمول اوبريتنج سيستم يشغله. في عندي المونتسيفا وفي عندي السنت او اس السنتوس.
لينكس. طبعا الفرق ما بين الاثنين هتكلم عليه بعد شويه، ولكن لازم نبقى عارفين ان لو انا بشغل المونتسيفا البايثون هيبقى 2.715 ده مع السانتوس 7، هو ده الشائع 2.75. انت على الاغلب هتشتغل على السانتوس او اس، ده بنسميه الجستشل العاديه يعني، انما في حاجه اسمها جستشل لايت تشتغل على بعض الديفايسز، دي بيبقى الاوبريتنج سيستم بتاع الكونتينر فيها هو المونتسيفا. طبعا ممكن تابجريد البايثون، يعني ممكن اقول له جيست شيل ران بايثون 3، انا بانيبل البايثون 3 لو كان اوريدي انا منزل. طب انت قلت لي ان في حاجه قبل الجيست شيل لازم تبقى موجوده اللي هي الاي او اس، الاي او اكس. مظبوط، الاي او اكس اللي هي احنا بنسميها كمان سيسكو ابلكيشن فريم ورك، هي بتسبورت الاي او اكس في الاكس اي، بتسبورت ما يسمى بالكي في ام بيست فيرتشوال ماشين والال اكس سي لينكس كونتينر. نورمالي هي دوكر، دوكر بس مش نيتف دوكر كونتينرز، يعني نيتف دوكر كونتينرز لسه مش سبورتد، بس الدوكر تولز كان ممكن نستخدمها عشان نبلد الاي او اكس ابلكيشن في الال اكس سي فورمات. عموما الاي او اكس سبورتد في عيله الكاتاليست 9000 والسيسكو اي اس ار راوتر 4000 والاي اس ار 1000 سيريز. طبعا عشان انيبل الاي او اكس في الاول خالص لازم اروح في الكونفج تي واكتب له اي او اكس، طبعا هنا المفروض يبقى في ماينس كونفج على فكره، اي او اكس في الكونفج تي انتهت. بعد كده عندي عشان ديسبلاي الستاتس اوف للاي او اكس سيرفيس ممكن اكتب له شو اي او اكس سيرفيس، شو اب هوستنج ليست، ديسبلاي ليست اوف ابلكيشن هوستنج سيرفيس على الانيبلد على الديفايسز، يعني امرين شو. ولكن هو في النهايه الامر ببساطته هو انك تكتب اي او اس اكس، اي او اكس سوري اي او اكس، خلاص يبقى انت كده قادر ان انت تشتغل بالجيست شيل. عشان تشتغل بالجيست شيل طبعا هتقول له جيست شيل انيبل عشان انيبل الجيست شيل بتاعتي. كمان يفضل انه اكون محدد فيرتشوال ماشين للكونتينر بتاعي ده على الجيست شيل وليها اي بي ادرس تقدر تكومنيكيت مع الاي او اس اكس اي الحقيقي بتاعنا، وتقدر كمان تتعامل مع العالم الخارجي لو حبينا. وهقدر اعمل الموضوع ده بامر اب هوستنج اللي موجود عندي. طبعا عشان تخش على الجيست شيل بعد كده تستخدمها، احنا شفنا من شويه هنا واحنا بنستخدم الامر، لما قلت لك اكتب جيست شيل ران بايثون مثلا هتبدا بقى تستخدم. ممكن تكتب له جيست شيل بس، لو كتبت له جيست شيل بس او كتبت له جيست شيل ران باش، انت في الحقيقه في الحالتين بتخش في محث كده او برومبت تقدر تطبق فيه اوامر الباش واللينكس العاديه. تديسيبل الجيست شيل عادي جدا، قول له جيست شيل ديسيبل وانتهت القصه. طبعا يوزرز لما بيخشوا جوه الجيست شيل يقدروا يطبقوا بعض الاوامر، الكثير من الاوامر الخاصه بالاي او اس اكس اي، بس ما يقدروش من وذين الجيست شيل ان هم يموديفايوا الهوست فايل سيستم والبروسيسز بتاعته. اتفقنا ان عندنا اتنين جيست شيل او نسختين، يعني نسخة عادية جدا بنسميها جيست شيل كونتينر ونزل عليها السنتوس او اس، ودي هنشوفها كتير وبنشتغل عليها كتير، وتقدر تنزل عليها الاي او اس وتقدر تنزل عليها البايثون فيرجن 3. تقدر من جوه الجيست شيل تستخدم الامر بايب عشان تنزل مديولز بتاعت البايثون. تقدر تستخدم اليوم يوتيليتي في السنتس او اس، دي حاجه زي الداج الدي اي جي باكج مانجمنت، تقدر تعمل انستول الابلكيشن بيه زي الداج اللي هي موجوده في الديبيان وفي الكاري وفي اليوفنتو، بس هنا بنسميها يام في السنتس. السنتس من عيله الجماعه بتوع الريد هات والكلام ده، نفس التفصيله. الجيست شيل لايت كونتينر يعني هو اولا الاوبريتنج سيستم بتاعه بيبقى مونتسيفا، بيشتغل على الكاتاليست 3650 و 3850، ومفيش يعني انت ممكن
تنستول وترانسكريبت على الجست شيل بتاعته بس، وما تقدرش مش واليام مش سبورتد فيه، فيعني هو لايت قوي معمول علشان بس النسخ القديمه من الكاتاليست زي دي تبقى ايه بتدعم الفكره يعني. لذلك لو قلنا الجست شيل لايت والعادي بتاعنا اللي هو الاليكس سي كونتينر هيدعم 3650 3850، انما هنا بيدعم بقى ال 9000 سويتشز والاي اس ار 4000. البايثون 2.7 نازل في الحالتين. الانفايرمنت او الاو اس بتاعي هو مونتسيفا هنا سنت او اس. في عندي ايه تاني؟ البايب موجود ولكن اليام مش موجود في اللايت، اليام موجود في النسخه الطبيعيه بتاعتنا. وطبعا الاركيتكتشر ينزل مع الام اي بي اس مش مع الاكس 86. وبالتالي نقدر نقول انه الشيل جيس سبورتد في معظم الكاتاليست سويتشز، بس بشرط يكون عندي الديفولت رام هنا بالطريقه ديت. في الاي اس ار 221 2321 مش سبورتد، الجيس شيل مش سبورتد زي ما احنا شايفين، سبورتد في الباقيين عادي جدا. طيب انا هنا هقول له اليوزر نيم سيسكو، سيسكو اندرسكور 1234 عامل تعجب زي ما مديني في الاحداثيات بتاعت السي سي سي اس ار فيرشوال. وانا دلوقتي جواه اول حاجه اعملها انتروداكشن تو جست شيل، ده اللاب بتاعنا. اللاب بتاعي بيقول لي اول حاجه لازم انيبل الاي او اكس، فكونفيج تي هقول له اي او اكس. بعد ما بانيبل الاي او اكس ممكن تستنى شويه، وبعد كده ممكن اقول له شو، طبعا لازم اقول له دو شو انا في كونفيج تي شو اي او اكس سيرفيسز. خلينا نكبر الشاشه. اوكي، اذا بعد ما دخلت كونفيج تي كتبت له اي او اكس عشان اشغل الاي او اكس، وبعد كده بقول له شو اي او اكس سيرفيسز دو شو اي او اكس سيرفيسز. هلاقي توتال فيرتشوال سيرفيس انستولد اكتيفيتد، لسه ما عنديش حاجه. السي بي يو هو عامل كوتا ليه قد ايه، ميموري، الاي او اس سيرفيس كاف، الاي او اكس مان والليف بيرد، الثلاثه دول لازم يبقوا رانين. هنلاحظ ان هو بيقول لك الكاف والاي او اكس مان والليفرد سيرفيسز ماست بي رانينج عشان تنيبل الجست شيل. انا لسه عايز انيبل الجست شيل. طيب اروح على الانيبل جست شيل، ايه المطلوب اعمله؟ طبعا اول حاجه يفضل ان انا عشان انيبل الكوميونيكيشن ما بين الاي او اس اكس اي والكونتينر اللي هو الجست شيل هيبقى فيه، في الحاله ديت محتاجه كاريت فيرتشوال بورت جروب، فهكاريت واحد هنا. انترفيس فيرتشوال بورت جروب 1 واديته اي بي. دلوقتي بعد ما خلصت لازم ادي لل، هنا بنقول ايه؟ بنقول الجست شيل شود هاف ان اي بي ادرس ديفولت جيت واي ودي ان اس سيرفر، فهدي له الجست شيل هدي له اي بي ادرس وديفولت جيت واي وكل الحاجات دي. اوكي، كمان اف الاكسس من الكونتينر للاوتسايد وورد ريكوايرد، لو الكونتينر بتاعي محتاج يتكلم مع الانترنت، يعني مثلا انا بقول له هنا النيم سيرفر بتاعك 48 اللي هو الدي ان اس بتاع جوجل، في الحاله دي النت كونفيجريشن هتبقى ريكوايرد ما بين الاي بي ادرس ما بين بتاع الكونتينر والاي بي ادرس بتاع الراوتر نفسه. وطبعا بعد ما خلصت الكلام ده وانا في البريفليج مود اقدر دلوقتي انيبل الجست شيل، اقول له جست شيل انيبل. اوكي،
و once ما الجستشل انيبل تمام everything is fine كده. لو عايز افيريفاي الجستشل running عندي فممكن اقول له show app hosting detail، هيديني مجموعة معلومات من ضمنها ان هو running، الجستشل شغال، الفيرجن بتاعته كذا، واخد ميموري قد كده، وديسك سبيس قد كده، وهكذا. الماك ادرس والاي بي ادرس بتاعه اللي انا اديته له فوق اهو ال 1.2، والدنيا ماشيه فيه سليمه. طيب نشتغل مع الورك شيل. ممكن اول حاجه اقولها اقول له من البريفليج مود اقول له جوست شيل. قلت له جوست شيل من غير ما حتى حدد له باش او الكلام ده، وهيدخلني في الجوست شيل باش بتاعتي. وتلاحظ انه البرومت اتغير دلوقتي. لو قلت له هو اماي مثلا، شغل بقى البي دبليو دي، شغل اللينكس شغال عادي. وطبعا ممكن نقول له ايه تاني، ممكن اقول له ls، ما عنديش حاجه هنا، whatever، اقول له exit. تعالى بقى نرجع تاني و نشغل. هنا بنقول it is also possible انه الجست شيل لينكس ابلكيشن ترن دايركتلي من خلال الامر جست شيل. بمعنى اخر انا ممكن اقول له جست شيل رن ورن لي حاجه اوريدي خاصه بالباش شيل بتاعتي. فهنا هي الجروبس. ممكن كمان اقول له مثال تاني، انا ممكن اقول له جست شيل رن، بعد كده اقول له كات وريني المحتوى بتاع الفولدر الفايل دوت سنتوس ريليز اللي في الاي تي سي. هلاقي بيقول لي احنا الكونتينر بتاعنا هو سنت او اس لينكس ريليز كذا كذا. طبعا ممكن كمان اقول له ران ls الفلاش، وريني محتوى الفلاش. فقال لي الفلاشة بتاعتنا فيها الـ iOS بتاع الـ CS بتاع CSR 1000، وفي عندي شوية ملفات تانية هنا زي ما احنا شايفين، في الـ iOX شغال، في شوية حاجات شغالة، يعني شوية ملفات موجودة جوه الفلاش. اقدر منها اعرف الانفايرمنت بتاعتي. وفي حاجه تانية كمان، انت ممكن وانت جوه الجست شيل، يعني خلينا نخش جوه الجست شيل تاني. انا هنا كنت برن الاوامر بدون ما اخش في سيشن جست شيل، هخش في سيشن جست شيل. هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انت ممكن من هنا تطبق اوامر خاصه بالاي او اس اكس اي مثلا، بس بتستخدم امر اسمه دو هوست. فهنا لو قلت له دو هوست بعد كده شو ميموري ستاتستكس ما بين كوتا، هتلاقي ايه بيدي لك بينفذ لك امر، ده امر سي اس ار. يعني مثلا ممكن استبدله ب شو فيرجن مثلا، فكان هيديني امر شو فيرجن. طبقه من جوه الجوست شيل، بس هو بيطبقه على الاي او اس اكس اي نفسه. فبالتالي انت ممكن من جوه الجوست شيل تتلاعب مع ايه، مع الاي او اس اكس اي وترن الاوامر بتاعته برضو، بس لازم تستخدم الامر دو هوست اللي احنا استخدمناه ده. وبعد كده تكتب ما بين قوسين او ما بين فرزتين الامر اللي انت عايزه يتنفذ، اللي هو امر من اوامر الاي او اس اكس اي. طبعا كمان بنقول انت ممكن هو سنس ان هو سنتوس، فهو بيستخدم باكج مانجر مش داك زي كالي والديبيان والوبنتو، بيستخدم اليام باكج. فممكن اقول له مثلا نزل لي ابلكيشن جوه الجست شيل بتاعتي مثلا هنا او جوه الكونتينر بتاعي، بقول له نزل لي الجيت، بس بستخدم اليام كاسلوب لعمليه الانستليشن. ده كده كان واحد. التاني اللي حابب اكلمكم عليه برضو باستخدام نفس البيئه،
امكانيات التفاعل مع الجيستشل ككوماند لاين مع البايثون. خليني ارجع تاني هنا يخلص بس ال whatever installation اللي بيعمله الجيت. اوكي هو على الاغلب ال 48 مش راضي تشتغل معايا في حاجه في النت بس whatever. انا من هنا خليني اقول له exit قوسين exit exit بس من غير قوسين سوري exit بقوسين دي للبايثون exit بس تطلعك بره الجستشر. هنا هقول له ايه؟ هقول له جستشر run by البايثون. هنا هيرن البايثون هيدخلني في بيت بايثون عاديه جدا تمام. فانا ممكن اقول له مثلا امبورت كوماند لاين ده مديول موجود عندي وممكن هنا بعد كده اقول له ايه ممكن اقول له هنا اشوف ال في امر انا حاطه هنا لا مش ده ممكن اقول له ايه ممكن اقول له print cli.execute print الميثود ديت بالنسبه لي. طب ايه الميثود دي هتعمل لي ايه؟ هتنفذ لي الامر show version على الاي على الاي او اس اكس اي اللي احنا فيه. فبالتالي انا من خلال البايثون انا من خلال الجيس شيل بران البايثون ومن البايثون بران الامر. هي هو نفس القصه لو انا عملت لو انا هنا عملت دو هوست جو فيرجن على فكره هي نفسها يعني بس انا مرنها كامر بايثون وده الانتر اكتف ميثود فطلع لي الدنيا وطلع لي الشو فيرجن والكلام ده. دلوقتي اقول له اكزيت في القوسين عشان اطلع بره. عايز تشتغل اوت اوف ذا بوكس او سوري ان بوكس بس سوري ان بوكس بس نون انتر اكتف في الحاله دي انا ممكن يبقى عندي فايل ممكن يبقى عندي فايل بايثون اشغله ممكن انا كاريت بايثون اسميه مثلا هالو وورد او الكلام ده. خليني هنا اقول له نانو بس هنا نانو انا لازم اخش في الجيس شيل الاول. اخش في الجيس شيل وبعد كده اقول له نانو هالو نتورك نانو نانو انا مش منزله لازم انزله زي الجيت كده كان المفروض انزله علشان يبقى زي الايديتور بتاعي اقدر اكتب زي سكريبت بسيط بيقول هالو وورد اقول له برنت الريزلت هنا. فانت في النهايه يعني هو زي تكست ايديتور فانت تقدر كمان ان انت تشتغل عليه. ده كانت الافكار كده بسيطه للموضوع الجيس شيل تكمل الجزئيه النظري اللي كنا بنتكلم فيها.